يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صفات الله عز وجل تثبت بالعقل؟ لا، لا، الله لا يعرف إلا بالكتاب، إلا بالوحي، إلا بما أوحاه إلى رسله، لكن يستدل عليه بالعقل. المخلوقات، هذه المخلوقات العظيمة، وهذا الخلق الهائل، وهذا النظام المتقن، هذا يدل على حكمة الله وعلمه وقدرته وتدبيره، لا شك. نعم.